كان صديقي تعرفت عليه قبل سنة وشهرين هالحدود. التقينا صدفة، مع انه كان المفروض هذا اللقاء يكون قبل 4 أو 5 سنوات حتى، لان بدون ما ادري اثنيننا كنا متشاركين نفس الاماكن نفس المجتمع، نرتاد نفس الأماكن، نحضر نفس الفعاليات. شاءت الصدفة أنه اثنيننا كنا عابرين سبيل بمكان معين والتقينا.
لا شعوريا بلشت اغني وياه واني مبتسم، هو هم شافني وابتسم وظل ياخذ ايقاع بصوت اعلى. بعدها لما كملنا تعارفنا واحد سلم على الثاني وضحكنا اثنين، فسألته منه هو وانه ليش هيك موهبة حلوة مطمورة وما ظاهر نفسه، وانه اني التقي بكذا مكان وكذا مجتمع فني، فقال انه اني همي ان التقي هنا انا وش عجب مشايخك. لهالسبب اني حسيت انه انا كان لازم اعرف هذا الشخص من زمان. وراها اكتشفت انه هو رفيق لي ثورتنا وباللي ذا نسوي، لكن كان دائما غير مبالي او غير حريص على روحه، دائما يتقدم الى خطوط ما المفروض يكون موجود بيها. كنت دائما احذره واقول له انه حاول تكون حذر أكثر، حاول تعتني بنفسك أكثر. فهو كان يقول إنه اللي يريد يصير خلي يصير، شو اللي ممكن يصير أكثر، وإنه الموضوع ما عاد يهمه. اللي كان يصدمني بإنه هو نفس الشخص اللي ما تسمع صوته أو ما تجرحك من عنده همسه، ما تجرحك من عنده حتى نظرك. نفس الوقت ما ادري مين كانت جايه هاي الجرأه وهذا الاندفاع. خسرت صديقي بحادث قنبلة دخانية استقرت برأسه ومات أثرها بسرعة. حسيت إنه صديقي انخطف من عندي وأنا حق تعرفه، كنت محتاج إنه أقضي وياه وقت أكثر، لكن حسيت إنه أنا فقدته